مرحبا. Today I'll teach you how to read words in Arabic. ب فتحة ب، ياء سكون ي، تاء تنوين الضم تن. ب فتحة ب، ياء سكون ي، تاء تنوين الضم تن. بيتون. Good job. و فتحة و، راء سكون ر، دال فتحة د، تاء مربوطة تنوين الضم تن. و فتحة و، راء سكون ر، دال فتحة د، تاء مربوطة تنوين الضم تن. وردة وردة. Can you say it? Excellent. شين فتحة ش، جيم فتحة ج، راء فتحة ر، تاء مربوطة تنوين الضم ت. شين فتحة ش، جيم فتحة ج، راء فتحة ر، تاء مربوطة تنوين الضم ت. شجرة شجرة. Can you say it? شجرة. Good job. بيت وردة شجرة. Can you read them again? Great. What's this word? Right. Baytun. What's this word? Right. Shajaratun. What's this word? Right. Wardatun. Excellent. Thank you for watching. You did a great job. If you like me, please subscribe.